مرحبا مواليد بوش الحوت، معكم كارمي شماس، واليوم بدي أخبركم عن الأسبوع الثاني لشهر تموز يوليو، يلي هو شهر كتير حلو ولطيف معكم. هالأسبوع الثاني بيبدأ بتنين 8 تموز يوليو وبينتهي الأحد 14 تموز يوليو. أسبوع كتير حلو كتير مهم، لأنه بهذا الأسبوع في عنا الشمس موجودة برج السرطان يلي هو بيت الحب بالنسبة لإلكم، بيت النجاح وبيت التقدير لإلكم وبيت الإنجازات أيضا. سبب تاني أنه في عنا مثلث فلكي مائي بهذا الأسبوع بيدعمكم 100%. أسبوع مهم جدا، استفيدوا منه قد ما فيكم. البداية مع التنين والتلاتة. التنين والتلاتة القمر موجود ببرج الميزان يلي هو بالنسبة لإلكم هو برج الميزان، بالنسبة لإلكم هو البيت الثامن. من بعد ما مر عليكم يمكن عطلة الأسبوع الماضي، كانت أسبوع عطلة أسبوع متقلبة، كان فيها لقاء مهم أو تعبتوا استنفدت طاقتكم، بتوصلوا للتنين والتلاتة عم بتصلحوا خطأ، عم بترتبوا أمور وماشيين بطريقة جيدة. أموركم منا مستحيلة، بالعكس في أمور كثيرة بينشغل عليها بتحسنوها وبتنجحوا فيها. ترتيب لمسألة تخربطت انفهمت غلط يمكن تاخد منكم وقت، لكن بتقدروا تزبطوها. حتى في احتمال انه من خلال علاقة قديمة مسألة ما بترجع بتترتب. الأربعة عشرة تموز يوليو القمر بيوصل لبرج العقرب الصديق لإلكم بتمام الساعة 12:30 الظهر توقيت بيروت، يعني الساعة 9:30 توقيت العالمي صباحا. يلي عم بيتابعني من أوروبا ومن القارة الأمريكية، من الصبح القمر بيكون موجود ببرج العقرب. لما القمر بيكون ببرج العقرب رح تتحول الأمور بشكل عام وبشكل خاص، رح بتكون أجواء احتفالية، رح بيكون في فرح، رح بيكون في راحة بال، رح بيكون في طمأنينة، بتحسوا من دون ما تعرفوا شو السبب، بتحسوا حالكم انكم مرتاحين مبسوطين، بدكم تتسلوا، بدكم تفرحوا، بدكم تكونوا مع الناس، منفتحين على الناس، متقبلين للناس بكل أنواعها، بالكم طويل، حبوبين، ودودين، نفسيتكم مرتاحة. السبب هو هالمثلث الفلكي المائي بين القمر والشمس، انتو جزء منه، جزء الثالث داعم لألكم، تشعروا انكم مدعومين من الحظ ومن الصدف وكل شيء ماشي حاله. شطارتكم انكم تقووا قلبكم وتشتغلوا على كل شيء بدكم اياه. ها هي الفترة اللي نوعيتها حلوة واللي بتعطيكم حقكم. الامور الصعبة اشتغلوا عليها، الامور المستحيلة اشتغلوا عليها، خدوا موعدكم بهالفترة الممتدة من 12:30 الظهر توقيت بيروت يوم الأربعاء حتى الساعة 6 المساء توقيت بيروت يوم الجمعة 12 تموز يوليو. فترة ولا أجمل من هيك. آخر مرة كان عندكم ظروف حلوة كتير كانت بشهر أدار مارس، فترة ممتازة بتحقق لكم أمنياتكم. الجمعة الساعة 6 المساء توقيت بيروت المساء بينتقل القمر من برج العقرب بينتقل لبرج القوس، وبتلاقوا حالكم انه دخلتوا بعطلة اسبوع او مساء الجمعة بفترة علامة استفهام، ما رح اقول تحديات، لكن وكأنه بيطلب منكم انكم تبرهنوا انه انتوا قد انه انتوا شاطرين وناجحين. بيستمر هيدا الجو مع الشغل مع العتب شوي، بيعتبوا عليكم يوم الجمعة والسبت، عفوا السبت والأحد، فترة ركض، فترة مسؤوليات، ومطلوب منكم تكونوا قد حالكم، ما تضعفوا، انتوا بتقدروا تنجحوا وبتقدروا تعملوا المستحيل. يمكن تكون مسؤولية مهنية أو يمكن تكون عائلية، العلاقة بأحد الوالدين. فترة منا سلبية. جميع الأحوال مثل ما شايفين بعتبروا أسبوع في شغل، لكن بكافئكم بمنتصفه كتير مش شوي، وبتكونوا من الأقوياء جدا جدا. بالنسبة للمواليد الأكثر حظا كلكم محظوظين، لكن بشكل خاص مواليد 5 ل 12 أدار مارس. بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو، ما تنسوا تتابعوني يوميا بالأبراج اليومية وأيضا باللغة الإنجليزية وأيضا فيديو آخر باللغة العربية. الرجاء مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، اللايك، وأيضا رجاء إذا حابين تحطوا كومنتس كمان أهلا وسهلا فيكم. ودعكم، باي باي.